اخر حاجة عندك ده النظري، تمام؟ لو قلبت الصفحة، العنوان اللي في اول صفحة 21 اللي هو relation between اللود نظري. في ايه يا ريليشن بتوين اللود اند فلوستي، اكتب عليه كارديو فاسكولار. خلاص، اول حاجه هنبتدي بيها المصل تنشن. دي يا جماعه تعريفات، دي تعريفات يا جماعه. كان زمان المصل تنشن مشروح في اربع صفحات، هم اختصروه خالص وحطوه في ثلاث تعريفات. حد يفتكر معايا يعني ايه تنشن؟ قلنا لو ترجمنا كلمه تنشن يعني ايه باللغه العربيه، لو في الانجليزي كده قال لك تنشن يعني شد، صح؟ بس احنا لو ترجمناها كلمه شد هتتعب انت نفسيا. اتفقنا هنترجمها بيننا وبين بعض، يعني ايه؟ هي القوه المطلوبة من العضلة علشان تعمل أكشن. طيب بيقول لحضرتك عندك ثلاث أنواع من التنشن، باسيف وأكتيف وتوتال. يا دكاترة احنا أكبر من اللي احنا بقى هنقعد الحصة كلها، مين يدخل وما يدخلش، ننجز بعد إذنك. خلاص، في باسيف وفي اكتف وفي توتال. يعني ايه باسيف؟ باسيف ده هو الشد اللي موجود في العضله اللي كومبليتلي ريلاكسد، اللي هيسرح هو حر، اللي هيسرح هو حر. باسيف تنشن هو التنشن اللي موجود في العضله اللي كومبليتلي ريلاكسد. لا، ده عضله كومبليتلي ريلاكسد فيها تنشن ليه؟ اوعى تنسى ان المصل ديورينج الريست عامله انقباض ولا كومبليتلي ريلاكسد؟ عامله انقباض. اسمه ايه يا شطار؟ خدناه قبل كده، مصل تون. حد يحط ديفينيشن للمصل تون؟ هو مايلد كونتينيوس كونتراكشن. الناس اللي مش عارفه تكتبه، يبقى المسل تون هو مايلد كونتينيوس كونتراكشن. طول الوقت العضلات بتاعتنا اثناء الريست، يعني البايسبس دي في الريست عامله شويه كونتراكشن. كونتراكشن ده ينتج عنه تنشن، اسمه ايه؟ باسيف تنشن. يبقى اذا تنشن اكزيرتد باي ريلاكسد مسل، يعني اكزيرتد اللي بيطلع يعني من المسل الكومبليت ريلاكس، يبقى اكزيرتد المبذول من العضله كومبليت ريلاكسد، المبذول. طيب حضرتك تعالى النهارده اعمل حركه، لما تبدا العضله تعمل انقباض التنشن فيها يزيد ولا يقل على الريست؟ هيزيد، يبقى اسمه ساعتها اكتف. هو الكتاب حط لك تعريف وحش شويه، قال لك هو اي زياده فوق الباسيف يبقى اسمه ايه؟ اكتف. يبقى يعني ايه اكتف؟ يعني فرضا لو رسمنا كيرف كده صغير، اي عضله في الريست فيها تنشن ده اسمه ايه؟ باسيف. العضله هتعمل مجهود هيبقى اسمه ايه؟ اكتف. الاكتف زائد الباسيف يسموا توتال تنشن. يبقى اكتف زائد الباسيف يسموا توتال. انا بس حضرتك هيجي لي السؤال ازاي في الام سي كيو؟ هيقول لحضرتك العضله كومبليتلي ريلاكسد فيها تنشن ولا ما فيهاش؟ ولو فيها اسمه ايه؟ فيها ولا ما فيهاش؟ اسمه ايه؟ باسيف. طيب امال يعني ايه اكتف؟ هو التنشن اللي زياده عن الباسيف لو انت عملت مجهود. طب الاثنين على بعض اسمهم ايه؟ توتال. خلصت. طيب المسل لينس، دي تعريفات يا جماعه ما فيهاش شرح. المسل لينس عندي ثلاثه في المسل لينس، دي مهمه جدا يا جماعه، اتكررت كذا مره المسل لينس دي في التعريفات في الام سي كيو. ثلاثه، اول حاجه اسمه ريستنج لينس. يعني ايه لينس اساسا؟ طول. الريستنج لينس هو طول العضله اللي كومبليتلي ريلاكسد. يبقى يعني ايه ريستنج لينس؟ طول العضله اللي كومبليتلي ريلاكسد. خد مثال كده، البايسبس مثلا
في جسم حضرتك لو جبت المسطره من الاورجن لحد الانسيرشن مثلا هتطلع 10 سم، يبقى الريستنج ريست قد ايه دلوقتي؟ لينس 10 سم. طيب في لينس تاني عند حضرتك اسمه اكويليبريم لينس، ده مهم جدا، ده عارف البايسبس اللي انت قستها دلوقتي في جسم الانسان اللي ماسكه حضرتك في الاورجن والانسيرشن كان طولها كام سنتي؟ 10. روح لبتاعوت الاناتومي خليه يخلع لك العضله تماما من العظم، توقع طولها هيزيد ولا هيقل؟ المفاجاه ان طول المصل بره جسم الانسان اقل من طولها جواه. عارفين طولها بره كام مثلا؟ 9 سنتي. يبقى مين الاكبر، الليستنج الريستنج لينس ولا الاكوليبريم لينس؟ الريستنج لينس. طب ممكن تستنتج حاجه في قمه من الخطوره، ان العضله في جسم الانسان استريتشد ولا نوت استريتشد؟ استريتشد. اكتب لي الجمله دي، ان المصل في جسم حضرتك استريتشد، المصل انسايد ذا بودي از كونتينوسلي استريتشد، المصل inside the body is continuously stretched. Continuously باستمرار. Stretch. يبقى equilibrium lens. It is the lens of the muscle. It is the lens of the muscle. After complete detachment of the bone. يعني detachment؟ فكها من العظم أو فصل من العظم. يبقى detachment لما فكها من العظم. آخر lens اسمه optimal lens. شد من الاوبتيمم لينس ده سهل على البوكس اللي تحته، لما تذاكر الاولاني الاوبتيمم لينس هتتفك، لما تذاكر ستارلينج لو دلوقتي الاوبتيمم لينس ده هتتفك. يبقى انا عندي ثلاثه تنشن وعندي كام لينس؟ ثلاثه. سهلين خالص. لو جه لك سؤال اللينس اوف ذا ماسل الريلاكسد اسمه ايه؟ ريستنج. طيب واللينس اوف ذا ماسل اللي هو كومبليتلي لما افك العضله بره جسم الانسان يبقى اسمه اكوليبريم. مين اكبر؟ شاطرين. تمام؟ فيها مشكله كده؟ طيب في يا محمود؟ في جماعه الساعه ال 10 ستارلينج لو. ايه بقى قصه ستارلينج لو دوت؟ ده يا حبيبي مش المشكله في القانون ولا مشكله اللي هو بيجي نظري، ده مبني عليه كارديو فاسكولار. يا محمود ما تدخلش حد تاني بقى، مش هينفع كده. ماشي ماشي يا دكتور. خلاص؟ يحضروا بايو دلوقتي. ايه بقى ستارلينج لو دوت؟ ده واحد الماني حط قانون في غايه من السهوله. عارفين النبله؟ ايه فكره عمل النبله؟ كل ما تشد الاستك بتاعها اكتر كل ما الزلطه ولا الحاجه اللي انت هتضربها هتطير اكتر. صح؟ نعم. ايه؟ مايك بقى عمال يزن. الناس اللي ورا سامعاني؟ طيب يا ريم ده انت في النص يعني. ستارلينج لو. قانون النبله. كل ما تشد الاستك بتاع النبله اكتر كل ما الزلطه اللي انت حاططها دي هتتحرك لمسافه اطول. صح؟ اهو المصل بتاعتنا كده. ركز معايا. كل حضرتك ما تشد العضله قبل الانقباض كل ما قوه الانقباض بتاعتها تزيد. يبقى كل ما تشد العضله قبل الانقباض كل ما قوه الانقباض ما هتزيد. ممكن تكتبها كده بالعربي، كل ما طول العضله قبل الانقباض يزيد كل ما قوه الانقباض هتزيد. تعال بقى نكتبها بالانجليزي ونفسرها. بيقول لك زياده الانيشيال لينس. يعني ايه انيشيال لينس؟ طول العضله قبل الانقباض يتناسب تناسبا طرديا مع الفورس اوف كونتراكشن في حاله الايزوتونيك او الديفلوبد تنشن في حالة الايزومتريك. ايه بقى يا دكتور انت كاتبه دوت؟ ايه اللي حضرتك كاتبه دوت؟ انيشال لينس يعني طول العضلة قبل الانقباض. يعني انا لو في المعمل
جبت عضلة عند حضرتك كده في المعمل. العضلة مثلا هي طولها 10 سنتي. اديتها ستيمولس هتعمل انقباض. طب لو جبت العضلة دي بس المرة دي جبت مسمار ومسمار كده ورحت شددها، ما العضلة تتشد وتطول معاك. ده كله لسه قبل الانقباض. خليت طولها 15 سنتي. العضلة بتمط على فكرة. يعني العضلة لو جبتها كده في لقيته مشدتها تشد معاك هتطول. واديها ستيمولس. مين اللي هيعمل فورس اوف كونتراكشن اكتر؟ ال 15 ولا 10؟ ال 15. ادي القانون اللي بيقوله. انيشيال لينس يعني طول العضلة قبل الانقباض. ده في المعمل. يتناسب تناسبا طرديا ولا عكسيا مع قوة الانقباض؟ طرديا. طب بيقول لك فورس اوف كونتراكشن في حالة الايزوتونيك اند ديفلوب تنشن في حالة الايزومتريك. مين يفسر؟ هو في حالة الايزومتريك التنشن بيزيد ولا بيقل؟ ارجع كده الحصة اللي فاتت. التنشن بيزيد. يبقى كل ما هتشد العضلة كل ما هتنشن ما هيزيد، صح؟ طيب لو عملت انقباض ايزومتريك، امال يعني ايه فورس اوف كونتراكشن في حالة الايزوتونيك؟ كلمة فورس اوف كونتراكشن في حالة الايزوتونيك، كلمة فورس اوف كونتراكشن ممكن تشيلها وتكتب مكانها شورتنس اوف ذا ماسل. يعني ايه بقى شورتنس اوف ذا ماسل دي؟ هو حضرتك لما اقول لك خلي البايسبس تعمل انقباض ايزوتونيك، كل ما تعمل انقباض ايزوتونيك اكتر كل ما طولها يقصر. مش ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت؟ خدنا المره اللي فاتت نوعين من الانقباض. نوع انت تزق كده الحيطه، الطول ثابت ولا بيقل ولا بيزيد؟ ثابت. لكن مين بيزيد؟ تنشن. طب لما بحرك قلم الطول بيقل ولا ثابت ولا بيزيد؟ الطول بيقل. كل ما الطول ما يقل كل ما العضله تقرب كده كل ما معناها قوه الانقباض اكتر. فانت ممكن تكتب فور فورس اوف كونتراكشن الشورتنس اوف ذا ماسل، والديفولوب تنشن زي ما اتفقنا القوه المتولده في مين؟ في العضله. طيب ما هو تفسير ستارلينج لو ده؟ ليه قوه الانقباض عموما بتزيد؟ بص يا دكتور ركز معايا في الرسمه اللي هرسمها لحضرتك. ده يا جماعه الساركومير اهو، هنا الاكتين وادي الاكتين، تمام؟ هنا الميوسين. قول العضله دي في الريست وليكن يا سيدي طولها 10 سنتي، تمام؟ متوقع كده تطلع كام كروس بريدج؟ ها؟ تطلع 2 مثلا؟ 4 مفيش مشكلة. ها؟ 4 اهو. يبقى لما تدي ستيمولس للعضلة دي هيحصل كونتراكشن بقوة كام كروس بريدج؟ 4. طيب تعالى بقى حضرتك هات لي عضلة في الريست بس شدها شوية، هتتشد ولا مش هتتشد؟ هتتشد. اضف الى معلوماتك ان الاكتين ده يا بابا عباره عن الاستيك بروتين في الاول وفي الاخر، هيتفرد معاك. هو لما يتفرد كده الميوسين هو تحت، متوقع حضرتك لما الميوسين يشوف الاكتين مفروض عدد الكروس بريدجز اللي بتطلع هتزيد ولا تقل؟ كانك يا اخي فردت الاكتين علشان توريني الميوسين بايندنج سايت. يبقى لما بفرد الاكتين الميوسين بيطلع كروس بريدجز اكتر. ليه؟ لان الاكتين كده فتحته ولا قفلته؟ فتحته. فالميوسين بايندنج سايت اللي على الاكتين هتزيد ولا تقل؟ هتزيد. فعدد كروس بريدجز هتزيد. يبقى دي اللي تعمل كونتراكشن اكتر ولا دي اللي تحت اللي هي طولها قبل الانقباض اكتر ولا اقل؟ 15 سم. عجبتك اللعبه؟ شد يا ريس، العضله هتتشد معاك مفيش عندها مشكله، بس شوف اللي هيحصل وهتطول. الاكتين هيتفرد، بس بص يا بابا الاكتين اتفرد لدرجه ان هو فك خالص عن مين؟ على الميوسين. حصل تمزق في العضله. يبقى لو انت حضرتك زودت طول العضله زياده عن اللازم ايه اللي هيحصل؟ قوه الانقباض هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. تمزق في العضله. يبقى ستارلينج لو الراجل ده حط قانون قال ان قوه انقباض العضله هي الفورس اوف كونتراكشن في حاله الايزو تونيك او الديفولب تنشن في حاله الايزو يتناسب تناسبا طرديا ولا عكسيا مع الانيشيال لينس. يعني ايه انيشيال لينس؟ طول العضله قبل ولا بعد؟ قبل. لان كل ما شد العضله كل ما عدد الكروس بريدجز هتزيد، لكن الاوفر ستريتش
يعني اوفر ستريتش، شديت اكتر من اللازم، هيحصل في العضله؟ خلاص هيحصل تمزق. اللي هي مكتوبه عند حضرتك بات اوفر ستريتشنج هيقل النمبر اوف كروس بريدجز. القانون ده يطبق على جميع انواع العضلات. واحنا يا دكتور عندنا كم نوع في العضلات؟ ثلاثة. كاردياك، سموث، سكيليتال. عشان نختم السؤال، هو كان في دور للاعصاب في الموضوع؟ يعني كان العصب تدخل؟ لا، العصب تدخل في الموضوع؟ يعني مثلا اصل دي جاي لها عصب واحد ودي اتنين او قوه، ليس له علاقه بالاعصاب تماما. هذا القانون مايوجينيك، مكتوب عند حضرتك علم عليها واروزها. مايوجينيك يعني عضلي، لا يعتمد على الاعصاب. دي في اخر سطر. ادي ستارلينج لو. يبقى ستارلينج لو كان بيوريني العلاقه ما بين مين ومين. نعم، تكييف اوقفه يعني. طيب شايف يا دكتور المفتاح بتاع التكييف جنب ورا الباب. يبقى الانيشيال لينس يتناسب تناسبا طرديا مع قوه الانقباض، صح ولا غلط؟ لكن وزن ليميت كده. الحمد لله ستارلينج لو خلص. تمام، ستارلينج لو هيتعاد تاني بالتفاصيل الممله في الكارديو فاسكولار. تمام، اقلب بقى الصفحه. العنوان اللي جاي اسمه ايه؟ ريليشن، ها، بتوين ايه وايه؟ ده يا جماعه اكتب عليه كارديو فاسكولار، ملناش دعوه بيه دلوقتي. ده في الكارديو فاسكولار سيستم. في الكارديو بس. في عضله القلب بس. ده مش هيطبق على سكيلت المصل ساعتها في جسمك. ايوه خلصنا المصل عشان تقعد تركز، ها؟ وبدل ما تقعد تستظرف في الحصه تقعد فايق ومش نايم على نفسك. كلام مش موجه لحد. كلام موجه لكل الناس. سيمبل ماسل تويتش، نظري وعملي. ايه ده؟ المصل فيه عملي؟ ده اول سنه استاذ ينزل فيها الموضوع ده. سيمبل ماسل تويتش، اول سنه. بسم الله ما شاء الله. طول عمرنا العملي بلد بس وكارديو فاسكولار، وانتوا السنه دي نازل في العملي ماسل وريسبيريشن واوتونوميك. بركه، انتوا بركه. سيمبل ماسل تويتش. بص ركز معايا قبل ما نترجم. تجربه بعملها في المعمل علشان اعرف العوامل المؤثره على انقباض العضله. يبقى السيمبل ماسل تويتش، ركز يا محمود. السيمبل ماسل تويتش تجربه بتتعمل في المعمل علشان اعرف العوامل المؤثره على قوه انقباض العضله. الناس مش كتبت ليه؟ لا اله الا الله. هعملها ازاي؟ بص يا بابا، هتجيب ضفدعه. دي المفروض تتعمل بس مش هتتعمل. هي نازله نظري بس كده في العمل. هتجيب ضفدعه وتخلع منها عضله. العضله دي اسمها ايه؟ جاسترو جاسترو كينيمياس ماسل. فين العضله دي؟ قال بيقول لك موجوده في السمانه بتاعت الضفدعه. يعني الضفدعه دي لها رجل، خد انت من السمانه بتاعتها عضله اسمها جاسترو كينيمي. العصب بتاعها اسمه سياتيك نيرف. دكتور مش فاهم الاسامي دي جت من فين ولا مالي. ده اناتومي يا بابا، ده في السنه الجايه في اللور ليم. يبقى سياتيك نيرف اند جاسترو كينيمياس ماسل. اخلع العصب بالعضله بتاعته وبعدين ادي للعصب دوت. يا دكتور ركز معانا يا بابا، ركز معانا يا حبيبي. ادي للعصب، ركز بقى، سنجل والنبي ركز معايا، ماكسيمم ستيمولس. يعني ايه سنجل؟ هديها مرة واحدة فقط. طيب ماكسيمم؟ ما انا اعلى حاجة. يعني علشان اضمن ان كل العضلة تنقبض مع بعض في نفس الوقت. يبقى دي كلمة ماكسيمم، ماكسيمم ثريشولد، ان كل العصب، كل النيرف فايبر وكل المسل فايبر هتشتغل. يبقى ليه بدي سنجل ماكسيمم ستيمولس؟ علشان يا شطار كل النيرف
وكل المسل فايبر تشتغل مع بعض. دي كلمة ماكسيمم. اللي مذاكر نيرف عارف يعني كلمة ماكسيمم ساعتها. كان في ثريشولد وسوبرا ثريشولد وماكسيمم وسوبرا ماكسيمم. وقلنا الماكسيمم ثريشولد او الماكسيمم ستيميوليشن يضمن ان كل المسل وكل النيرف يشتغل مع بعض مرة واحدة. تدي سنجل هتلاقي العضلة عملت ايه؟ لو العضلة قدامك ايه؟ اديها سنجل ماكسيمم ستيميوليشن هتروح عاملة كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن. الكونتراكشن اللي فولد باي ريلاكسيشن اسمه سيمبل ماسل تويتش. يبقى ايه سيمبل ماسل تويتش ان انجلش؟ سنجل كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن. انقباض واحد ورا ريلاكسيشن واحد. حلو؟ يبقى تجيب العضله تديها كهرباء وتبدا تسجل التغيرات اللي هتطلع. على فكره العضله دي متوصله كده بابره، الابره ماشيه على ورق زي فكره رسم القلب. ابره كده فيها حبر، الابره دي ماشيه على ورق تسجل اللي بيحصل في العضله. وجدنا الاتي، رسمه مرسومه عند حضرتك يا دكتوره. وجدنا ان انا لما اشغل الكهرباء اون العضله ما استجابتش على طول، قعدت فتره وبعد كده عملت كونتراكشن وبعد الكونتراكشن ريلاكسيشن. الرسمه اللي في اخر الصفحه ايه يا دكتور؟ ليه في فتره ما بين الاستيمولس وظهور الريسبونس اسمها ليتنت بيريود. واتس ذا مينينج اوف ليتنت بيريود؟ ده از ذا بيريود بتوين الاستيمولس وظهور الريسبونس. يبقى از ذا بيريود بتوين ابلكيشن اوف ستيمولس وظهور الريسبونس. الفتره دي مقدارها يا دكاتره 1 من 100 سكند. الرقم اتحفظ 1 من 100 سكند. ليه يا دكتور في وقت ضاع في الفتره دي؟ واحد، خمس حاجات يا شطار، خمس حاجات بيحصلوا على ميزر ريسبونس. اول حاجه عند حضرتك كوندكشن اوف نيرف امبلس ان ذا نيرف. يعني ايه؟ مش لازم العصب يحدث فيه اكشن بوتنشال. هو الاكشن بوتنشال الاسم التاني بتاعه اسمه ايه؟ امبلس. يبقى ترجم كوندكشن اوف امبلس او اكشن بوتنشال، صح؟ كوندكشن اوف امبلس او اكشن بوتنشال. مين الشاطر اللي يكمل؟ حصل في العصب اكشن بوتنشال، ها هيطلع ماده اسمها اسيتايل كولين تشغل العضله ولا لا؟ طيب هناخد في النيرف ان شاء الله الناس اللي مش حضرت مكان التقاء العصب بالعضله اسمه ام اي بي. شفته؟ عدت علينا قبل كده. موتور اند بليت. اللي مش عارفها عادي اكتبها تاني، موتور اند بليت مكان التقاء العصب بالعضله اللي هو بيطلع فيه بالفلاحي الاسيتايل كولين. ممكن تكتب كده جنبه. طيب بيطلع فيه الاسيتايل كولين. الخطوه الثالثه بعد ما الاسيتايل كولين طلع للعضله، مش يا بابا العضله يحصل فيها ايه؟ اكشن بوتنشال. يبقى كوندكشن اوف اكشن بوتنشال او امبلس في المسل. ما تعقدش نفسك، امبلس مضايقاك خليها اكشن بوتنشال. يبقى في العصب موتور اند بليت في المسل بالترتيب. هو كام خطوه؟ 3. طيب الخطوه الرابعه عند حضرتك كونتراكشن. يعني ايه كونتراكشن؟ تبدا بقى العضله الكالسيوم يطلع والاكتين يتزحلق على النقطه الخامسه اللي بيضيع فيها وقت، تايم اوف ريكوردنج. يعني الكوردنج على ما المكنه تشتغل. يبقى انا بيضيع الوقت في كام حاجه؟ يا تخليك ناصح 3 و2، 3 اكشن بوتنشال وواحده كونتراكشن واحده تايم ريكوردنج. اكشن بوتنشال في النيرف، اكشن بوتنشال في الموتور اند بليت، اكشن بوتنشال في المصر. دكتور يعني لما اروح اذاكرها كده؟ اه يا بابا اذاكرها كده، مش لازم تعقد نفسك. اكشن بوتنشال في العصب، اكشن بوتنشال في الموتور اند بليت، اكشن بوتنشال في المصر وكونتراكشن وتايم اوف ريكوردنج. متشكرين. دي اللي تنتبهي. بعد كده الانقباض بياخد 4 من 100 سكند وريلاكسيشن بياخد كام؟ 5 من 100. اول سؤال في الام سي كيو بعد الليتنت بيريود، ايهما اطول؟ الريلاكسيشن. شايف واخده اطول مرحله في السيمبل ماسل تويتش؟ الريلاكسيشن. على فكره اس ام تي اختصار معترف بيه،
عشان اغير لك في الام سي كيو سيمبل ماسل تويتش. اكتب جنبه العنوان اللي فوق عشان مش تنسى. يبقى ملخص الصفحه. تعرف اسمها يا دكتور؟ ها اسمها يا دكتور؟ ها بتاع التجيف جاسترو كينيمياس ماسل، والعصب اسمه سياتيك نيرف. هديها سنجل ها ماكسيمم ها ستيمولس على استجيب على طول ليتنت بيريود، بعد كده كونتراكشن، بعد كده ممكن تحسبي لي يا دكتوره ريم الديوريشن بتاع السمبل ماسل تويتش كله على بعضه؟ 1 من 100 و4 من 100 5 من 100 5 من 100 و5 من 100 1 من 10 سكند. اكتبها بقى الديوريشن كله على بعضه 1 من 10. بس بص يا دكتور علشان نبقى متفقين، حد هيسالني الكلام اللي انت بتعمله على العضله ده تخليها تنقبض في المعمل ايزومتريك ولا ايزوتونيك؟ والله هنجرب الاثنين، احنا في المعمل بنعمل الاثنين. الايزومتريك والايزوتونيك يا دكتور بياخدوا نفس الوقت في الكونتراكشن، يعني الاثنين بياخدوا وقت قد ايه؟ 4 من 100. بينما في الريلاكسيشن الايزوتونيك بياخد وقت اطول، كام من 100؟ 5 من 100. مكتوبه لك، بص هتلاقي جنب الكونتراكشن كاتب نوعين الانقباض بياخدوا 4 من 10، جنب الريلاكسيشن مكتوب لك ما بين قوسين ايزوتونيك بس، وما جايبش سيره الايزومتر. مش علينا الديوريشن بتاعه قد ايه، بس مين اللي الريلاكسيشن بتاعه اطول؟ اكتبها بالعربي، الايزوتونيك بتاعه اطول، الريلاكسيشن بتاعه اطول هو الايزوتونيك. ماشي يا بابا، ده مش هيجي نظري حتى الان، ده مش نظري خالص، ده سؤال ام سي كيو. الديوريشن حفظ، اطول مرحله هي الريلاكسيشن. تعالى بقى السؤال النظري، فاكتورز ذات افكتنج السمبل ماسل تويتش. 5 في عين العدل. اول خطوه لو انا مكانك وهذاكر النهارده، بص يا بابا لما يجي لك سؤال كبير قدرتك على التقسيم هو ده الاهم. ليه؟ لان الامتحان بتاعنا احنا في الفسيولوجي اغلب الدرجات على الام سي كيو، يعني من اصل ال 250 درجه 140 درجه يا بابا ام سي كيو، والنظري كام؟ 50. ده انت تنجح بالام سي كيو، الناس اللي بتدور على النجاح تمام. كل ما الام سي كيو زيد كل ما في مصلحتك، ده بدايه. وعارف اسئله النظري عندنا احنا ايه؟ انيومريت. يعني انيومريت عد. اه يا بابا ما فيهوش اللي هو كل ما تيسر عن الهارد في الاناتومي سيرفس اناتومي مش عارف ايه، وتقعد تكتب وتعجن. لا الحمد لله كتابه عندنا قليله جدا عشان كل شغلنا بالايه؟ بالام سي كيو. فيجي لك انيومريت، سؤال 5 درجات، انيومريت فاكتور افكتنج السمبل ماسل تويتش، يبقى كل واحده بدرجه. لا يا دكتور ده انا شرحت الاربعه، برضه هتجيب 4 من 5. تخيل لو ما كتبتش الخامس، ايه هم الخمسه؟ عد معايا بحرف التي، تايب اوف ماسل فايبر، بحرف التي تمبريتشر، بحرف الاس ستارلينج لو، بحرف الاس ستير كيس فينومينا، بحرف الاف فاتيج. يبقى انت عندك كام حاجه يا محمد بيه؟ 5 يا بابا، 2 تي و2 اس و1 اف. تمام؟ طيب نبتدي بالتي. اول حاجه تايبس اوف ماسل فايبر، هو الجدول ده خدتوه في الاناتومي ولا اتلغى؟ بص له كده، ما خدتوش انواع الماسل فايبر ريد ووايت؟ طيب شالوه؟ ماشي. هو كده كده السؤال ده برضه كان عندكم المفروض في الاناتومي وفي الهيستولوجي الترم الثاني هيجي تاني. يبقى ده انت هتضرب بيه 3 مواد. ايه انواع الماسل فايبر؟ اوعي يا دكتوره يارا يجي لك سؤال تايبس اوف ماسل كونتراكشن وتلخبطيه مع التايبس اوف ماسل فايبر. ايه التايبس اوف ماسل كونتراكشن؟ ايزومتريك وايزوتونيك. ياما الدكتور ماهر لعب بالسؤال ده في اخر السنه. تايبس اوف ماسل كونتراكشن ولا تايبس اوف ماسل فايبر؟ والصح لازم يجي لك تايبس اوف سكيليتال ماسل فايبر. لان تايبس اوف ماسل عباره عن كام نوع؟ 3 يا بابا، كاردياك وسكيليتال وسموث. يبقى لازم السؤال يبقى صح. وانت في اللجنه يوميها رئيس الاسم معدي، قول له يا باشا هو انت عايز التايبس اوف ماسل ولا اوف ماسل سكيليتال ماسل فايبر؟ تفرق، ده الدرجه تضيع. ده السموث لها انواع برضه، يبقى لازم يكون محدد تايبس اوف ماسل يبقى سكيليتال وكاردياك وسموث،
types of skeletal muscle fiber red ووايت. types of smooth muscle هناخدها الحصه القادمه اخر حاجه في الحصه. خد بالك انت، شوف خد بالك من التقسيمات. نبتدي بالtypes of skeletal muscle fiber، انواع اللحمه يا جماعه. هو ده السؤال، قدرتك اللي انت تفرق ما بين لحمه الجاموسه ولحمه الفرخ، هو ده السؤال. لو عرفت الفرق ما بينهم الجدول ده هينتهي. بس يا بابا الاصعب بقى نبتدي تلاقي لحمه الفرخ. يلا يا شطار الاولانيه النوع اللي اسمه ريد، او له اسم تاني تايب 1، او له اسم تالت اوكسيديتيف تايب، او له اسم رابع السلو ماسل فايب. في اسم ناقص منهم الاوكسيديتيف ده، فوق في العنوان يا ماما تايب 1 ومكتوب لك سلو او ريد، وحضرتك زود اوكسيديتيف الناحيه الثانيه هيبقى اسمه ايه؟ وايت او بيل تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2 ماشي. انا روبي يبقى فاست، تمام؟ اعكس بالظبط ريد وايت تايب 1 تايب 2 اوكسيديتيف يعني بيشتغل بالاكسجين، تانية انا روبيك من غير اكسجين سلو فاست. علشان يا بابا تعرف تحفظ الجدول 4 في 4 في 2 هم 10 نقاط، اول 4 مع بعض اضرب كده اول 4 بالترتيب مع بعض، اول 4 مع بعض وتاني 4 مع بعض واخر 2 لوحديهم. لو حفظت الريد اعكس هيبقى الوايت، يعني سهلت عليك الموضوع اهو عشان الجدول ده يخلص. يبقى يا بابا هتعمل ايه؟ هتقسمهم ازاي؟ ها؟ هم 10 4 اشوف الناس بتقسم يا جماعه، قسم كده وسمعني عشان تعرف تحفظهم، يعني انت بتفهم وعايز احفظها لك كمان. 4 الاولانيين بعد كده 4 بعد كده 2 والعكس الناحيه الثانيه، ما تبقاش بقى صعيد تحفظ الناحيه دي وتتنفس الوقت الناحيه الثانيه هتنسى. بص يا حبيبي، واحد ريد لونه ليه ريد؟ اكيد لانه يحتوي على مور مايجلوبين. مين اللي يترجم؟ المايجلوبين هو الهيموجلوبين بتاع العضلات، ويحتوي على ذره حديد واحده، يبقى المايجلوبين يحتوي على ذره حديد، بينما الهيموجلوبين كم ذره يا ابله؟ اربعه. اربعه هيم، اكتبها لاجي لك سؤال في الام سي كيو. المايجلوبين يحتوي على ذره حديد واحده فرس، بينما الهيموجلوبين اربع ذرات فرس برضه، يبقى مور مايجلوبين. نعم؟ فرس اللي هي اف اي عليها 2 بوزيتيف، فرس اف اي عليها 2 بوزيتيف. يلا يا حبيبي، اكيد اكيد وانت مغمض عينيك مور ولا ليس بلاد سبلاي؟ عيب بقى، ده لونه احمر عنده دم كتير. طالما لونه احمر عنده دم كتير ومايوجلوبين كتير وعنده ميتوكوندريا كتير، مين يربط الثلاث معلومات ببعض؟ يا حبيبي هو عنده مايوجلوبين كتير يبقى عنده اكسجين كتير، عنده بلاد سبلاي كتير يعني عنده اكسجين كتير، بالتالي هو بيشتغل ايروبيك ولا انايروبيك؟ ايروبيك. يعني ايروبيك؟ بالاعتماد على الاكسجين. يبقى ايروبيك بالاعتماد على الاكسجين، تمام؟ طالما عنده ميتوكوندريا، اصل الميتوكوندريا دي مكان الايروبيك، هتضاف في البايو كيمستري ان شاء الله. امال الانايروبيك يحدث في السيتوبلازم، تنفس اللاهوائي في السيتوبلازم. طيب دوم اول اربعه مع بعض، الاربعه التانيين الماسل فايبر بتبقى سمول دكتور، دي الجاموسه اكبر من الفرخه،
ازاي المسل فايبر بتاع الجاموسة اكبر من المسل فايبر بتاع الفرخة؟ يا بابا روح النهاردة هتلاقي الحاجة عاملة لك فرخة النهاردة. تحب يا محمد بيه الصدر ولا الورك؟ ما بقولك كله مش عنديش مشكلة. طلع انت من الصدر كده هتلاقي اللحمة بتاعة الصدر عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله حاجة طول كده تشد وبتقعد تشد معاك. طويلة المسل فايبر دي ولا قصيرة؟ بينما اللحمة دكتورك اصل الجزار مقطعها لنا حتت يد يا ابو مخ. حتى لو مقطع اللحمه بتاعت الجاموسه دي حتت هتلاقي المسل فايبرز نفسها صغيره. التقسيمه بتاعت اللحمه الحمراء للمسل فايبر كده صغيره وباينه صغيره قوي. يبقى المسل فايبر بتاعت بتاعت الريد هي اللي مين سمول. اوعى تنساها دي الحاجه الوحيده اللي خلفت فوق اللي فوق كان كله مور. علم على دي بقى سؤال ام سي كيو. هو بيجي لك المتناقضات ان الجاموسه لحمتها المسل فايبر صغيره. رد عليا هي للمسل فايبر صغيره تاخد سمول نيرف ولا لارج نيرف؟ سمول نيرف. واحنا خدنا في النيرف كلما زاد قطر العصب كلما زادت سرعه توصيله والعكس صحيح. كانك يا اخي هتاخد سهم اذا هو سلو يعني سلو بطيء يبقى سمول اند سلو نيرف. ماشي يا احمد بيه كنت بقول ايه؟ كل اللي هي الريد بتكون سمول. ايه هي بقى سمول؟ سمول ماسل فايبر. تمام. والعصب بتاعها سمول سمول نيرف وسلو نيرف. عشان صح؟ كل ما دايما طب ركز بعد اذنك. النقطة الثالثة بما ان العصب سمول وبطيء يبقى يستجيب بسرعة ولا يستجيب ببطء للاستيميوليشن؟ ريسبوند سلولي. يعني لما تكهرب العضلة الريد تستجيب ببطء. عارفه يا ابله الجاموسه والفرخه لو انت بتجري ورا جاموسه وفرخه مين هتستجيب اسرع؟ الفرخه تروح نط صح. امال الجاموسه تقعد تسخن طور يقعد يسخن في الارض مره واتنين ويقول لك يا ابني ابعد عني بس يوم ما ينوي يوم ما ينوي جاموسه وهاجت مش هتعرف تمسكها صح. يبقى ريسبوند سلولي لكنها الحمد لله الجاموسة والطور عنده استعداد يقعد يجري الى ما لا نهايه. نوت ايرلي فاتيج ما تتعبش بسهوله. يبقى بص يا حبيبي الاربعه ماشيين مع بعض بالحرف ها. يبقى سمول ماسل فايبر سمول اند سلو نيرف ها ريسبوند سلولي نوت ايرلي فاتيج. مين الشاطر يرفع ايده يقول لي ليه نوت ايرلي فاتيج؟ لان يا حبيبي هي تعتمد على الايروبيك ولا الانايروبيك. في لاكتيك اسيد ولا مفيش؟ مفيش. كلام مترتب بطريقه رهيبه. يبقى مفيش لاكتيك اسيد ما بتستجيبش قصدي ما بتتعبش بسرعه. طب طالما ما بتتعبش بسرعه يا باشا ممكن تشد خط وتقول لي يا دكتور بتقعد لفترات طويله يعني تعمل انقباض لفترات طويله من غير تعب. موجوده فين في جسم حضرتك؟ هو انت جاموسه ولا فرخه؟ الانسان ميكسد عنده الوايت وعنده الريد. متوقع الوايت الريد دي موجوده في العضلات بتاعت الهاند ولا عضلات الظهر؟ عضلات الظهر يا بابا. اشمعنى؟ لان عضلات الظهر دي بتقعد لفترات طويله شغاله ما انا بقف بيها صح. حضرتك انت قاعد بالعضلات بتاعت الباك دي يبقى هي موجوده في العضلات بتاعت البيج جوينت للاستاتيك فانكشن. يعني استاتيك الوظائف العضليه لفترات طويله. استاتيك لفترات طويله زي ايه يا جماعه؟ زي عضلات الباك. زي كاتب لك مثال الانتي جرافيتي ماسل. يعني ايه انتي جرافيتي ماسل؟ ها عضلات ضد الجاذبيه. هو الفك ده طول الوقت الجاذبيه عايزه تشده لتحت يبقى عضلات الفك المندبل الفك ده طول الوقت عامله انقباض ولا لا؟ قافل على الحنك بتاع حضرتك. الحنك بتاعك ده مقفول. فالعضلات اللي هنا رد ولا وايت؟ رد. عضلات اللي عايزه تشد جسمك لقدام كده مش الجاذبيه عايزه توقعك؟ عضلات الباك والرقبه كلهم بيشدوك لورا ولا لا؟ يبقى العضلات الانتي جرافيتي يعني ضد الجاذبيه او الاستاتيك يعني استاتيك بتقعد لفترات طويله نوعها يا دكتوره رد. بينما لو بصيت الناحيه الثانيه في الجدول كل حاجه بالعكس بالظبط. يعني نوعها less myoglobin less blood supply less mitochondria anaerobic
لارج مسل فايبر لارج اند رابت نيرف لكنها بتتعب بسرعه لانها شغاله ايروبيك ولا انايروبيك وبتستجيب بسرعه ليه لان الايروبيك بيطلع طاقه اسرع الانايروبيك بيطلع طاقه اسرع لكنه ليميتد عضلات الفيزيك يعني فيزيك العضلات السريعه في المثال بقى في المثال يا دكتور فيزيك يعني العضلات السريعه زي مين يا دكتور العضلات السريعه اكسترا اوكيولار ماسل يعني ايه اكسترا اوكيولار ماسل عضلات العين اللي طول النهار عماله تلعب دي عينك رايحه جايه عضلات الهاند الايد الكتاب لما بتقعد تكتب كده في الامتحان تاخد فتره طويله يلا يا باشا ها مين يعمل معايا المقارنه الريد والوايت انا هقول الريد واحمد بيه هيقول معايا الوايت الريد مور ماي جلوبين يبقى الوايت مور بلاد سبلاي مور ميتوكوندريا ديبند اب اون ايروبيك بقى انا روبيك كمل يا دكتور معايا النيرف سبلاي سمول نيرف سلو نيرف ريسبوند سلولي ايرلي فاتيج ايه لا سلولي فاتيج ما بتعبش برولونج الديوريشن شورت ديوريشن ستاتيك هتبقى الناحيه الثانيه فيزيك جسم الانسان جميع العضلات في كل عضلاتك انت في نوعين المسل فايبر في كم نوع الاثنين الريد و بس في دايما واحده سائده عن الثانيه يعني عضلات الظهر فيها مين اكتر فمكتوب لك تحت البوكس يحتوي على الاثنين بس وان بريدوميننت يعني بريدوميننت سائد على الثانيه كده اول حاجه تايبس اوف ماسل فايبر طبعا يا دكتور عارف انا هعمل ايه بقى المفروض في التجربه ها هجيب مره ماسل فايبر ريد ومره ماسل فايبر وايت واجرب مين تستجيب الاول مين تستجيب اسرع مين تستجيب ابطا مين اللي بتتعب يبقى انا عرفت الحاجات دي من فين من التجربه اللي انا عملتها طيب ادي اول حاجه حرف التي تايبس اوف ماسل فايبر ده سؤال نظري ممكن يجي لوحده كده ممكن يجي لوحده اثنين تمبريتشر ما هو تاثير التمبريتشر على قوه الانقباض اتفقنا ان لعيب الكره المحترم اللي بيسخن وبيجهز العضله بتاعته بيعمل انقباض احسن ولا اسوا احسن ليه يا جماعه درجه الحراره لما بتزيد بتخلي قوه الانقباض احسن واسرع واحد اكسلريشن للكيميكال بروسيس يعني ايه اكسلريشن تسريع دكتور كلمه اكسلريشن تقيل عليا اكتب انجليزي عادي warming of the muscle هيزود الفورس اوف كونتراكشن due to acceleration خليها يا عم انكريز يا عم عادي بس بتخلي الاي تي بي يتكسر بسرعه والاي تي بي يتكون بسرعه وتخلص من لاكتيك اسيد كل الميتابوليك تشينجز اللي فاتت كل ما درجه الحراره ما بتزيد كل ما التفاعلات الكيميائيه بتتم في سرعه اسرع بتقلل ولا بتزود اللزوجه بتقلل فيسكوزيتي يعني اللزوج فبالتالي العضله الاكتينيه الزحلقه على الميوسين اسرع ولا ابطا اسرع ممكن تبقى بالعربي عادي يزود سلايدنج طب مين الواد الشاطر اللي يزود لي كمان فاكت كمان حاجه ودي له 5 جنيه ما هي الميكانيكال افشنسي والانزيم اكتيفيتي كلهم نفس المعاني لا الدرجه الحراره تعمل حاجتين بتزود الاكسلريشن الكيميكال بروسيس وبتقلل الفيسكوستي في حاجه كمان ثالثه خلي قوه الانقباض احسن فازو دايليتيشن يعني فازو دايليتيشن بتوسع الاوعيه الدمويه يا بابا هو انا موسع الاوعيه الدمويه مور ولا لسه بلاد سبلاي مور بلاد سبلاي لما يبقى مور بلاد سبلاي مور كونتراكشن ولا لس كونتراكشن مور كونتراكشن فاكتب السبب الثالث بتعمل فازو دايليتيشن ممكن تكتب في دي على طول طب انا لو عجبتني الموضوع وقعدت اسخن العضله اسخن فيها اسخن فيها كل قوه الانقباض هتزيد لكن وزن ارفع ايدك يا دكتور وقول لي الليميت ده لحد درجه كام 45 فوق ال 45 زي ما خدنا الحصه السابقه الاكتين هيسيح على الميوسين ويحصل كونتراكشر يعني ايه كونتراكشر او كونتراكشن ها ها يعني ايه كونتراكشن او كونتراكشن تخشب الاكتين مسك في الميوسين الناس اللي مش حضرت دي خدناها المره اللي فاتت يبقى التايبس اوف ماسل فايبر التمبريتشر الثالثه بيقول لك انيشال لينس هو ستارلينج يكتب سي بي 4 اللي احنا كان في الصفحه اللي فاتت تقول يا دكتور حطه هنا سيبها لك فاضي يابا اتنين وتحط هنا واخدنا كام فاكتور يا جماعه ثلاثه الرابع الرابع شايف المصل بتجري ازاي
كتير كيس فينومين او تريب فينومين ظاهرة درجات السلم السلم كان واحد طلع سلم. عارف يا دكتور ان السؤال ده جه مرة لوحده؟ يا ريت لو حد معاه كتاب كارديو فاسكولار هفتح له الكارديو فاسكولار في الحصص اللي جايه هتلاقي الستير كيس فينومينا موجوده بالحرف بالحرف كانها بص كوبي نفس الكلام المكتوب هنا محطوط هناك. ماشي؟ ايه بقى ظاهره درجات السلم دي؟ ركز معايا بقى وانسى الكتاب دلوقتي المذكره. ركز معايا. بص يا حبيبي لو سمحت ده اسمه ايه الحته دي؟ ليتنت بيريود بعد كده كونتراكشن بعد كده سؤال هي ريلاكسيشن تساوي الريست؟ خطا. الريلاكسيشن لا تساوي الريست. امال علشان ارجع للريست لازم امر بمرحله ريكفري. طيب ليه؟ لان اول حاجه في نهايه الريلاكسيشن درجه الحراره عاليه ولا واطيه؟ درجة حرارة العضلة لسه عالية تمبريتشر عالي. اتنين هل الصوديوم طلع بره الخلية ولا لسه الصوديوم جوه؟ الصوديوم جوه والبوتاسيوم بره. واضف الى معلوماتك هذه المعلومة الخطيرة، طول ما الصوديوم جوه الخلية طول ما الكالسيوم بره الساركوبلازميك ريتيكولوم. تاني، طول ما الصوديوم جوه الخلية طول ما الكالسيوم بره الساركوبلازميك ريتيكولوم. يعني كده الكالسيوم جوه العضلة زيادة ولا قليل؟ زيادة. احفظ معايا الجملة دي عم بفسرها بعدين. تاني يا جماعة، طول ما الصوديوم جوه الخلية طول ما الكالسيوم عالي جوه الخلية. حلو، ده وضع العضلة في نهاية الريست. امال علشان في نهاية الريلاكسيشن علشان ترجع في الريست يا دكتورة، ها ركزوا معايا، لازم درجة الحرارة تقل والصوديوم يطلع بره والكالسيوم يدخل في الساركوبلازميك ريتيكولوم. نعم، نفس الاكسجين ديبت زي الاكسجين ديبت بالظبط. تعال بقى حضرتك العب اللعبه دي. العضله وهي في نهايه الريلاكسيشن بالظبط اديها سنجل ماكسيمم ستيميوليشن في نهايه الريلاكسيشن. مين الشاطر اللي يقول لي العضله هتعمل انقباض يا دكتور بس لان اعلى؟ الا طب ليه؟ اللعبه عجبتك اديها سنجل ماكسيمم ستيميوليشن لقينا الانقباض زاد. يا سيدي كمان والنبي واحد سنجل ماكسيمم ستيميوليشن الانقباض زاد. بس اوعى تسرح بخيالك، لو عملت كمان مره الانقباض هيدانه زي ما هو. ايه بقى اللي حصل من الرسمه كده؟ اول حاجه قوه الانقباض بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد الى حد معين. وارسم على حضرتك كده سلم ده ولا بالسلم؟ سلم. يبقى قوة الانقباض gradually increase in the force or the strength of contraction. gradually increase in the force or the strength of contraction لحد ما اوصل لمرحلة الثبات. مرحلة الثبات اسمها بلاتو. اسمها يا جماعة بلاتو. يبقى علم على كلمة بلاتو دي لو سمحت. بلاتو شفتها يا دكتور؟ حضرتك في السطر الثاني gradual increase in the muscle contraction until reach بلاتو. ها يا دكتور؟ هل هذا القانون على السكيليتال فقط ولا على الكارديا فقط؟ على الاثنين. يبقى يطبق على السكيليتال والكارديا. ما هو تفسيرك؟ ليه الانقباض زاد؟ وليه الانقباض بقى ثابت؟ القلل يقول لك لتغير الظروف الانقباض زاد، ولثبات الظروف الانقباض بقى ثابت. وخلاص كده الستير كيس فينومينا خلصت. فهمت انت حاجه؟ في ناس بتشرح كده لك لتغير الظروف وثبات الظروف. ظروف مين يابا؟ عايزين نفهم ليه قوه الانقباض بتزيد. بص يا حبيبي انت كل مره في نهايه مين؟ الريلاكسيشن. اخبار الكالسيوم جوه العضله، اخبار التمبريتشر، اخبار الصوديوم. وطالما في صوديوم وفي كالسيوم وتمبريتشر عالي قوه الانقباض تزيد ولا تقل؟ هتزيد. حلو، يبقى ايه هي بقى تغير الظروف؟ ان جوه العضله في كالسيوم
وجوه العضله في صوديوم ودرجه الحراره عالي. تمام. مقارنه بمين؟ بص يا حبيبي قارن كل مره جيب لي عضله كومبليتلي ريلاكسد. اخبار العضله الكومبليتلي ريلاكسد مين اللي بره؟ الصوديوم. مين اللي جوه؟ بوتاسيوم. التمبريتشر اخبارها ايه؟ قليله او ثابته. والكالسيوم جوه الساركوبلازميك ريتيكل. قارن لي عضله دي والعضله دي، ادي الاثنين كهربا، مين اللي تعمل انقباض احسن؟ اللي فيها كالسيوم وتمبريتشر. والعمليه عندها متسهله ولا متصعبه؟ سهله. طب ليه يا بابا الكونتراكشن بيوصل لدرجه معينه ويقف؟ هي قوه الانقباض بتزيد نتيجه لزياده الكروس بريدجز. هي الكروس بريدجز عدد ما لا نهايه له ولا عدد محدود. يبقى ليه بوصل لبلاتوه؟ لان كل الكروس بريدجز اتقفلت. وصلت؟ يبقى بابا لو عايز تبص بقى في الستيركس فينومينا واللي وقعت منه حاجه يركز معايا. جراديوال انكريز ان ذا فورس اوف كونتراكشن انتل ريتش بلاتو. يطبق على انهي عضلات؟ كاردياك وسموث. ليه يا حبيبي قوه الانقباض اسكلت؟ انا اسف. ليه قوه الانقباض بتزيد بالتدريج؟ عشان زادت مين يا دكتور؟ التمبريتشر. ومين اللي جوه العضله؟ كالسيوم. ومين كمان؟ الصوديوم. ما حطهم في واحده وخلاص، واعمل لك في اثنين. ها كالسيوم فروم اس ار. شفت الاس ار دي؟ ساركوبلازميك. ساركوبلازميك. طب ليه يا حبيبي وصل لبلاتو؟ اكتب بقى ديو تو ليميتد نمبر اوف كروس بريدجز. يا سلام لو قلت للممتحن كده في الشفوي. ليميتد نمبر اوف، انا اسف بالاحمر، ليميتد نمبر اوف كروس بريدج. عدد الكروس بريدج محدود. اس ار يعني ساركوبلازميك ريتيكولا، اللي هي في رقم 3 في البوكس اللي بتاع السبب. اخر عامل بيأثر على قوه الانقباض الفاتيج. نعم. اولها ثاني ليميتد نمبر اوف كروس بريدجز. ليميتد ليه بوصل لبلاتو؟ ليميتد نمبر اوف كروس بريدجز. الفاتيج يا جماعه ده سهل جدا. يعني ايه فاتيج؟ لا انت مخطئ لو قلت اللي انت حضرتك تعرف. كلمه فاتيج حاجتين: decrease the power of contraction and prolong the phases of simple muscle twitch. يعني الفيزز بتاعت السمبل ماسل تويتش تاخد وقت اطول. هي ايه الفيزز بتاعتها؟ ها ليتنت بيريود كونتراكشن وريلاكسيشن. حد راجع معايا الازمن الزمن كده؟ الليتنت بيريود قد ايه؟ 1%. كونتراكشن قد ايه؟ 4%. ريلاكسيشن قد ايه؟ لو جبت عضله فيها فتيج تعبانه وعضله نوت فتيج مش تعبانه، مين اللي ياخد وقت اطول؟ اللي فيها فتيج. اثنين، مين اللي قوه الانقباض بتاعته محدوده؟ الفتيج. تعالى بقى نشرح ليه. وبيحصل امتى الفتيج ده؟ يا دكاتره قبل ما انسى، احنا اتفقنا في الاستيركس فينومين. ها في الاستير دي كنا احنا بندي سنجل ماكسيمم ستيمولس. امتى؟ رد عليا، في نهايه فتره الريلاكسيشن. ورا بعض ولا مش ورا بعض؟ كل ما تعمل ريلاكسيشن ادي سنجل ماكسيمم ستيمولس. كل ما تعمل ريلاكسيشن ادي سنجل ماكسيمم. الفاصل الزمني ما بين كل تو ستيمولس 5/10 سكند. اكتبها كده 5/10 سكند. موجودة فين يا دكتور؟ موجودة في الرسمة اللي في صفحة 26. الرسمة دي بتاعت كتاب الاسماني. الرسمة اللي فوق. شفت ريبيتد ستيمولاي. كاتب لك الفاصل الزمني قد ايه؟ 5/10 سكند انترفال. يعني انترفال؟ فاصل زمني. في صفحة 26 تحت الرسمة الأولانية. علم عليها ده ممكن يجي لك سؤال. ممكن يجي لك سؤال. شفت الرسمة اللي فوق؟ الرسمة اللي فوق، السطر اللي تحته مكتوب ايه؟ ريبيتد ستيمولاي 5/10 سكند انترفال. 26. اكتب عليها انظر صفحة 26 عشان مش تنسى. لا تنساها وانت بتقلب الصفحات. انترفال يعني الفواصل الزمنية.
انترفال يعني الفواصل الزمنية بكل ما بين كل ستيمولس وستيمولس ما يقلش عن 5 من 10. مين الشاطر يقول لي ليه؟ علشان كل مرة في فترة نهاية الريلاكسيشن، كل مرة في نهاية الريلاكسيشن لا يقل عن 5 من 10 على الأقل يعني. تعالى يا بشوات ناخد الفتيج آخر عامل، لا أنا عايز ناس صح صح عشان أسأل في اللي فات دلوقتي. الفتيج احنا قلنا يعني فتيج كيس في الليل، كيس في الليل او البولونجد في الديوريشن او في المصر. بص يا حبيبي كده ركز معايا في الرسمه دي لو سمحت، ركز معايا الاول وبعدين ببص براحتك. ايه اللي بالاسود ده يا جماعه؟ ده السيمبل ماسل تويتش في عضله نط فتيل، ما فيهاش فتيل. ماشي يا دكتوره اللي ورا؟ طيب اعملي بقى حضرتك رابيد ريبيتد ستيميوليشن. ترجم رابيد يعني ايه؟ ريبيتد ورا بعض. بص يا حبيبي فرضا لو هم في رسمه واحده ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ انت شايف اللي بالاسود ده اول انقباض اول مره. طب اللي بالازرق اللي تحته رابيد ريبيتد رابيد ريبيتد ورا بعض ورا بعض ورا بعض، قوه الانقباض بتقل ولا بتزيد؟ ما يا حبيبي انت لو عملت من هنا لهنا ده اسمه قوه الانقباض، وهنا كده مين؟ الزمن. واخد بالك؟ مين الفتره اللي عماله تمط معاك وعماله تطول؟ فتره مين اكتر؟ الريلاكسيشن. ده الرسمه دي طلعت لي الديفينيشن جراديوال ديكريز في السترينث اوف كونتراكشن اند برولونجد اول فيزز اوف سمبل ماسل تويتش سبيشالي ريلاكسيشن. خد المفاجاه اللي جايه دي، ده في مره من المرات هو بالاحمر هيحصل كونتراكشن ومفيش ريلاكسيشن، يبقى يحصل في الاخر خالص. اسمها ايه الوضع ده اللي مفيش ريلاكسيشن؟ كونتراكشر. اخدناها المره اللي فاتت او رايجر. اقرا بقى الديفينيشن كده كامل على بعضه، اقرا الديفينيشن كامل. ها برولونج، ها اول حاجه جراديوال يعني تدريجيا، ديكريز في السترينث اوف ماسل كونتراكشن شايف خطوه بخطوه اهو، اند برولونج برولونج يعني بتطول ديوريشن اوف اول فيزز اوف سمبل ماسل تويتش سبيشالي الريلاكسيشن صح؟ due to repeated strong stimulation of the muscle. This effect, the effect. كمل نفس الكلام والله. The strength هيقل وبرولونجد duration of contraction and incomplete or absent relaxation. Contraction. هي يا حبيبي الجملة بقول عليها. يعني incomplete relaxation مش عايز يتم أو ما حصلش خالص. إيه هو يا ابني سبب الفتيج؟ سبب الفتيج عندي 3 احتمالات. سيب بقى المذكرة دلوقتي. 3 احتمالات يا حبيبي عشان تشوف الكتاب كاتبهم ازاي. بص عشان تعرف تحفظهم بسهولة هو عامل لك 3 احتمالات. ما تصوروا البتاعة دي ولا تسمو الصورة. انتوا مالكوا فايين ليه النهاردة كده؟ ارسموها بس بسرعه كده. ها صور يا ابو صور. لا 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 ما تعملوش خالص خالص. ها بسرعة. يا عم زهقت الواد. طيب ايه هي اسباب الفتيجة يا دكاترة؟ والله عندي احتمالات. بص الكتاب مقسمهم ازاي؟ اول احتمال ممكن تركز معايا لو سمحت. لو انا بتكلم
على مصل في المعمل في المعمل في المعمل ايه بعمل لها دايركت ستيميوليشن، يعني انا بحط الكهرباء على مين على طول؟ على العضلة. طيب دي الطريقة الأولى. أو الثانية، العضلة في المعمل برضه بس بعمل ستيميوليشن عن طريق العصب في المعمل، كدايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. الاحتمال الثالث، بيفسر الفتيج داخل جسم الإنسان، يعني ليه العضلات بتاعتك بتتعب؟ هل في فروق ولا هي كلها نفس الميكانيزمات؟ تعال ركز بقى معايا من غير ما تبص كده، ايه اللي يخلي عضله في المعمل كده لما اعملها رابيد ريبيتد ستيميوليشن تتعب؟ بس لازم يكون بسرعه ورا بعض. اكيد نقص الاي تي بي وزياده اللاكتيك اسيد. طيب ده لو بشغل العضله دي. طب يا حبيبي لو اندايركت، ايه اللي يخلي العضله تتعب؟ الحاجتين دول مات زائد نقص مين؟ الاستايلكولين، مش العصب بيطلع للعضله استايلكولين. افرض العصب خلص الاستايلكولين عنده، العضله هتتعب ولا لا؟ طيب امال في جسم الانسان ايه السبب؟ كل الاسباب اللي فاتوا زائد. هو انا لما اعمل رابيد ريبيتد ستيميوليشن كونتراكشن بسرعه 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 بسرعه، هي الارتريز موجوده ما بين العضلات ولا تحت الجلد؟ بلاد سبلاي بتاع العضلات، الارتريز يا شطار في الاناتومي ما بين العضلات عشان يبقى محمي. امال الفينز اللي تحت الجلد طز في الفين، مشكله في مين؟ في الارتري. بعمل انقباض ورا بعضه، مش الارتري ده هيتضغط عليه ولا لا؟ يبقى نقص البلاد سبلاي. ده مش بس كده، وزياده الميتابولايتس. يعني ايه ميتابولايتس؟ اللي هم الزباله، اللي هم زي مين؟ اللاكتيك اسيد والسي او 2. اشمعنى السي او 2 ده ثاني اكسيد الكربون اتكلمت عنه؟ هناخد في الريسبيريشن ان شاء الله ان السي او 2 لما يتراكم في جسمك يوقف السباينال كورد. يعني ايه سباينال كورد؟ الحبل الشوكي. ما علاقه الحبل الشوكي بالعضلات؟ ما الاعصاب طالعه من فين؟ من الحبل الشوكي. يبقى يا حبيبي انت المفروض كان الكتاب يقسمها كده، الدايركت ليه العضله بتتعب على الرغم ما فيش اعصاب، نقص الاي تي بي وتراكم اللاكتيك. طب لو انا بشتغل اندايركت، السببين زائد نقص الاستايلكولين. طب انا لو في جسم الانسان الثلاث اسباب زائد نقص البلاس سبلاي وتراكم الميتابولايتس اللي هي اللاكتيك اسيد والسي او 2، يبقى انا يا هد لو بتكلم دايركت نقص مين؟ طب لو انا في عن طريق العصب ازود نقص استايلكولين، يعني ده وده وده مع بعض. طب لو في جسم الانسان كل اللي فات زائد الجديد ده، اقرا بقى براحتك. شوف يا سيدي وعملها لك ازاي. بس يا حبيبي تتكلم. والله هو مرتبها لك اندايركت دايركت ليفنج مصل. كان صح رتبها ازاي في الكتاب؟ دايركت اندايركت ليفنج مصل. رتب انت بقى. الدايركت ستيميوليشن اوف ذا مصل دايركت. يعني شغلت العضله دايركت. ها؟ ليدز تو فاتيج ديو تو انكريز الاي تي بي وزياده الميتابولايتس اللي هي اللاكتيك اسيد. طب اندايركت، اندايركت ستيميوليشن اوف ذا ماسل عن طريق ستيميوليشن اوف اتس موتور نيرف جراديوال، ها، ديكريز في الاستايلكولين. ام اي بي يعني موتور اند بليد. طيب في الليفنج، في جسمك بقى بعد الاكسرسايز نقص بلاد سبلاي، نقص الانرجي سورس، زياده الميتابولايتس السي او 2 ديبريس البرين اند سباينال كورد. ديبريس يعني ديبريشن، يقل. عايز تكتبها سهم ديكريز ماشي. زائد الكونتراكشن، يعني ايه كونتراكشن؟ ليه ممكن يحصل كونتراكشن؟ ها؟ ليه ممكن يحصل كونتراكشن؟ مفيش اي تي بي. مفيش ايه يا دكاتره؟ مفيش اي تي بي، صح؟ ممكن يحصل كونتراكشن ليه؟ مفيش اي تي بي. مين ما خدش ورقه الامتحان؟ ابعت لهم ورقه. يلا في ثانيه نكون مخلصين. بصوا يا دكاتره، الحصه الجايه اخر حصه في المصري. تمام؟ هتجي مذكرة البايوفيزيكس هتلاقوها النهاردة، هتلاقوها النهاردة البايوفيزيكس في مكتبة توبيه على الساعة 11 كده. جيبوا يا جماعة، جيبوا من توبيه، ها؟ لأن بتاعت سامة الأقصى دي الراجل في حاجات ناقصة، مش دعوة أنا بيها، هات من توبيه، خلاص؟